في منهم مريم الغاوي يعني ما من اول ما تركت البيت وهي ساكنه تحت وبعدين عن جديد نقلت لبيت حنينه. احنا نتامل انه يعفو اخلاقنا يعني بعد 65 سنه يطلعون. هذه مصيبه لانه انا كنت عايش وقتها لما اخلوا هذول العائلات شفتهم كيف تشردوا تحت الخيمه. هذا احنا خايفين منه، خايفين انهم يخلونا يعني. هذا اللي احنا خايفين منه. احنا عارفين انه القانون الاسرائيلي واقف مع الطرف الاخر لانه الحركه الاستيطانيه لها تاثير على الحكومه وعلى المحاكم. أنا خايف إنه يطلعونا بالقوة طبعاً بدون قانون لأنه فيش قانون عندهم ويرمونا بالشارع، يرموا الحي كله بالشارع وينفذوا المخططات اللي بدهم إياها. يعني. يعني تصور هم جزعوا قضية الجراح أو قضايا ضد يعني جزعوها على مراحل، عائلة عيلتين سبعة ثلاثة، يعني هذا هاي السياسة بتاعته. وفي الاخر حتى لو كانوا هم اصحاب الارض يعني ما في قانون تطلع بني ادم او عائله او عائلات من بيوتها بعد 65 سنه. هلا في قانونين، قانون للطرف الاخر وقانون لنا، قانون لهم انه يحق لهم يستردوا املاكهم وقانون لنا ممنوع انك نطالب باملاكنا. هاي العنصريه.